مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الفيديوهات اللي كتتعلق بالصندوق اللي دخل المغرب نواحي جديدة، مشاهدينا الكرام حاليا توصلنا بفيديو تيتعلق بالمعني على الصندوق اللي هو الزوج ديال المرحومة أسماء. له الحق في الجواب، له الحق في التعقيب بطبيعة الحال، يجب الاستماع إلى الطرف والطرف الآخر. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا شنو قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلت هذا الفيديو من بلجيكا إلى جريدة المغرب نيوز إلى الأستاذ يوسف لأرد على هذاك الفيديو اللي نزلته عفاف الوليد ومديحة الوليد. الفيديو يا اخواتاتي، انا عاود لكم القصه ديالي. من مشيت من هنايا في شهر 7، انا مشيت انا واسرتي، ثلاث عندي بنتين وولد وزوجتي، مشينا من بلجيكا الى المانيا الى برغاليا الى تركيا، وقعدنا بعض الوقت في تركيا، ودخلنا الى سوريا، ودخلنا الى الاردن. واحد مساري هو ومرته وولاده في الطريقة هذه، ومشينا وجلسنا ودوزنا العيد الكبير في المغرب ومشينا واحدة بلاصة اسميتها العقبة في الأردن. وأنا في 16/8 الساعة 8 يوم جمعة، كان أقل يوم جمعة بزيان، درنا واحد لاكسيدا. أنا ماشي بسرعة 50، واحد ماشي قدامي بسرعة 50، واحد جاء انفص داخل فينا بسرعة 150. وهاي يا اخواتي المغاربة، هاي الكوستة، هاي الكوستة ديال الاكسيدا هذيك الوقت. هاي الكوستة كاملة تشرح كل شيء، ومقالزي وخرجة من المحكمة، وهاي الكواشي ديالها كامل. وهدول انا يا اخواتي كان سرد لكم الاوراق. انا بعثت انه الاستاذ يوسف لأرد على هذا الفيديو، وأعطيته كامل المستندات الصحيحة. ها هما، وحتى الصندوق جثمان الصندوق اللي أنا بقول لك الصندوق غير قانوني، ها هو الفاكتور تبعت الصندوق، وهذه الأوراق ديالي كاملة أنا بعثتها للأستاذ يوسف كاملة، والتقرير التشريح والتقرير الاكسيدا الكوستا الاكسيدا، وهاي الطومبيل انا اللي درت فيها الاكسيدا. فانا بعثت كل الاوراق كاملة الثبوتية والصحيحة اللي لا يبعث فيها الشك ابدا الى الاستاذ يوسف. وانا طلعت ارد على هذاك الفيديوهات انه انا ما كاين حتى شي مشكل، ما كان خاف حتى من شي مساءلة، كان من المغرب ولا من الاردن ولا اي شي دولة ولا من بلجيكا. انا جيت لبلجيكا ومشيت عند البوليس وعوضت له وعطيته الاوراق، وكنت وانا من درت لك الصدا بالاردن، تواصلت معي السفارة البلجيكية والسفارة المغربية على اطلاع، واللي اشرف على الصندوق اللي هو القنصل المغربي، الهيئة الدبلوماسية في المغرب بدون ذكر اسميته، هو اللي اشرف الصندوق، هو شاف الجثمان، هو شاف التقرير ديال التشريح، وشاف زوجة المرحومة الله يرحمها، وهو دار الكاشي الحمار اللي هو الشمع الاحمر داره على الصندوق. ومشينا معهم في نية صافية، وبعثنا الصندوق الى المغرب عن طريق شركة اللي هو اعطاهم لي، الشركة التأمين بلجيكا اللي اعطتني عنوان هذيك الشركة. انا عندي نورمال مو كنت باغي نجيب الصندوق من الاردن لبلجيكا، ومن بلجيكا يبرك شي 3-4 أيام عادي يمشي للمغرب، لكن هم قد ما كيبكوا ديكشي ويلا ويلا والصندوق، وانا كنت بحاله، انا كنت في كوما، وها هم الصور عند الاستاذ يوسف اللي يقدر ينزلهم. انا كنت نمشي على الكروسه انا ما كنتش على الاقل، وبناتي مهرسين كاملين الجس كدابه باقين، انا كنت على جنوب بناتي عند البسيكولوج والبسيكاتر طبيب نفساني نهائيا. انا شوف حالتي كيفاش، ولدت ولدي مشالي كبدي، ومشت لي مرتي اللي انا مزوجها 15 عام. ما كاينش هذيك الهضره كيقول لك انه انا جيت وانا قلبت وطلبت في الورث، ما انا ما طلبت لا ورث لا والو. انا زوجتي عندها املاك في المغرب ديالها، عامليتهم بسميت اخواتاتها، طلبت فيها قبل من عامين بعد الاكسيدا، يعني هذه من 6 شهور هضرنا فيها، قام هضرنا فيها. انا قلت لك شي يعقول بناتي، انا ما خصني حتى شي حاجه منهم،
واذا كي بحال ما كيقولوا كاين عندهم لاسونس في ديال المرحومه بسميتهم بحال ما كيقولوا مرحبا يجي يهزوا من بلجيكا، اذا عندهم شي حاجه ولا باغيين يهزوا شي حاجه مرحبا يجي يهزوا من بلجيكا، انا ما عندي حتى شي مشكل. اما بعض الحقائق اللي بحكوا فيها وبعض الهضرات غير صحيحه جدا جدا جدا، ما في من الحكي هذا. انا عملت لك صدى في الاردن وموثق في السلطات الاردنيه على يد السير رجال امن السير، وقاموا بعض الاجراءات وقعدنا في بعض المستشفيات في الاردن بعد الحادث، وبلجيكا تكفلت في لاسانس ديالهم، بلجيكا تكفلوا جابني من الاردن على هولندا، من هولندا على بلجيكا، ودخلت السبيطار في بلجيكا انا وبناتي كانوا مهرسين بالجوج، وحناكم جوج كدابا كانت تعالجهم من الفك ديالهم، احنا كنا خمسه في الطومبيل وما كاينا حتى شي حاجه من هذيك الهضره اللي كيهضروها. انا بعثت لهم الاوراق بعد الحادث يمكن بخمس ايام اسبوع، الجثمان وصل كانوا عندهم كل الاوراق الثبوتيه، فانا اجتني الدهشه انهم كيقول لك انا ما عندي حتى شي ورقه من ديك شي، انا بعثت كل الاوراق، وهم تواصلوا مع القنصليه المغربيه اللي في الاردن، الهيئه الدبلوماسيه اللي في الاردن تواصلوا معاها ومع القنصل، وكان يهضر معاه وكان يهضر مع رجل اختها، كان يهضر معاه ويعني وعاود لهم اصلا تخرجها وطلعها وهذه، يعني كل شيء في طريقه قانونيه، ما كان في بعض الشك في اي شيء. وانا جاهز، انا مستعد لاي موضوع بدهم فيه، بدهم مساءله في بلجيكا انسال ما عندي مشكله، في المغرب ما عندي مشكله، انا عندي ما دام عندي الاوراق الثبوتيه اللي تثبت الحكي ديالي كامل والاوراق ديالي، ما عندي ما نخاف منها، كل شيء عندي مثبت بالاوراق والصندوق والكاشي والقنصل والسفاره البلجيكيه على اطلاع هناك، والسفاره الاردنيه السفاره المغربيه سمحوني. فيا اخواتي انا هذه القصه ديالي، يعني انا ما عرفش باغي نعمل، كل خطره كيخرجوا لي بشي بلان جديد، كل خطره كيخرجوا بلان جديد، هذاك شي كامل حساب لاسرانس. الله لاسرانس اذا عندهم شي حق بلاسرانس مرحبا يجدون بلجيكا، اذا مرتي دايره لاسرانس بحال ما كيقولوا، انا سيتي هنايا بلجيكا ما كاين حتى شي حاجه، واللي كيقول لك انا ديت شي حاجه بلجيكا تجيبوا لعندي مرحبا سيدي، ما عندي مشكل، ما كان عندها لاسرانس لا في لا عندها لاسرانس حتى شي حاجه، حتى لاسرانس ديالك صدا انا درته في الاردن هنايا ما بغوش تعرفوا علي فيه، وانا داير المحامي استاذ طلحه محامي مغربي في بلجيكا، وانا وهم تواصلوا معه وسولوه على هذيك القضيه، قال لهم انا ما كاين ما نعطي حتى شي معلومات ما كاين والو، لكن اذا عندهم شي واحد من الفاميليا ديالهم موثوق لهم كيقولوا عندهم لاسرانس بسميتهم مرحبا خليه يجي عندي انا نمشي معاهم، ما عندي حتى شي مشكله، ما عندي حتى شي مشكله نخاف منها، عندهم شي لاسرانس بلجيكا مرحبا خليهم يجي عندي، يجي وروني فين هو لاسرانس هذا اللي هم عاملينه مخبعينه، والفلوس ما عارف فين هي، ما فهمتش انا، ما شديت حتى شي سنتيم اخواتاتي، ما كاين والو من الهضره هذه، كيقول لك شد 100 مليون 200 مليون، ها انا كاين هنا في بلجيكا مرحبا يجوا لعندي نمشي معاهم فين ما بغوا، فين ما كاين شي بلاصه كيقول لك انا شديت منها السنتيم انا نمشي معاهم. اما تيلوحوا الهضرات لك الباطل وحاجات مش صحيحه، حاجه غير الكذوب يعني كيخرجوا ليها، هذيك الهضره ما مش مزيانه، وكتضرب السمعه ديال المغاربه اللي في الجاليه المغربيه اللي عايشين على برا من كيسمعوا هذيك الهضره. وانا عندي بناتي هنايا، مرتي ماتت وعندي الورث ديال مرتي مش ديالهم، ديال مرتي، قلت يعطوا لي بناتي انا ما خصني حتى شي حاجه، نهار قلت هذيك الهضره نوضت علي الحرب. بناتي ها هما دابا عملت لك صدى عليهم دابا 3 سنين، ما كيسولوش فيهم غير كل سيمانه مره، كل شهرين مره، اللي هو الوالد والوالده كل شهر مره مرات. اخواتات البنات هذول كيخرجوا بلد والله ما كيهضروا مع بناتي، وهم بناتي جالسين وكيسمعوني. ما عندي حتى شي خاف من بناتي، انا بغيت نخرج بناتي بالفيديو الاول ما بغيتش، لكن نخرجهم الفيديو الاخر ونخليهم يهضروا ويعاودوا القصه. مش بحال ما كيقولوا كيخرجوا الهضره ما نعرفش شنو كيديروا، ما عرفش شنو كيحبعوا في جيوبهم، هذه الهضره غير صحيحه. وانا عندي 25 عام في بلجيكا، عندي الدوسية ديالي بيضه 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 الحمد لله، ما عندي حتى شي حاجه نخاف من هنا، لكن الهضره الخارجه عن الطريق ما خصهاش تكون. المغرب قامت باجراءات القانونيه، دخلوا جثمان في طريقه قانونيه، خرجوا من الاردن في طريقه قانونيه ووصل اليهم، وانا مستعد لاي مساءله قانونيه كان من المغرب ولا من بلجيكا ولا من اي دوله، ما عندي مشكل، انا عندي الاوراق ديالي يا اخواتاتي كل شيء موثق وكل شيء كاين، اذا ربي كتب علي هذاك الاكسيدا وكتب هذيك المرحومه تموت تما، وانا ولدي 4 سنين عمره مشالي باقي لدابا كنبكي عليهم بالجوج،
الفراق مش سهل. الله الله، يعني الله لا يذوق على شي واحد فراق الولد، ولا فراق تكون مرتك حداك برمشة العين تلقاها مشت هي وولدك. آه داكشي القصة ديالي عاودتها لكم بالاختصار، ما بغيتش نطول عليكم بزاف بزاف يا اخواتاتي. وانا ان شاء الله راح الحق الاستاذ راح ابعث هذا الفيديو للاستاذ يوسف في المغرب ان شاء الله، وراح الحقه واعطيته الوثائق المستندات القانونيه، وانا مستعد لاي شيء بدهم اياه في القانون، انا ما عندي حتى شيء مشكل. باغيين يجبدوا هذاك الجثمان، ما عندي حتى شيء مشكل، يجبدوها وعندكم جبدوا، هاتوا 3 سنين كتقولوا باغيين نجبدوا باغيين نجبدوا يجبدوا، ما عندي حتى شيء مشكل. هي في الصندوق، واللي داروها هو السبيطار، واللي يشرف على القنصل المغربي غطى الصندوق ودار الكاشي عليها. ما يمكنش القنصل ما يشوفش الباسبورت ديالها وما يديرهاش في الصندوق، ما يمكنش يدير عليه الشمع حمار ولا الكاشي. فها هو عندكم الصندوق، ديروا التحاليل الدي ان اي، ديروا اللي بغيتوا تما، ما عندي حتى شي مشكل نخاف منها. انا رجل تحت القانون وليس فوق القانون، انا ما كنهدد حد بحال ما كتقول كنهدد ناس وكنهدد. جيبوا لي واحد كيقول انا هددته، جيبوا لي واحد كيقول لك انا كنهدد فيه ولا شي حاجه. وحشومه ترمي الناس بالكذوب، وحشومه ترمي الناس بالبطل، داكشي ربنا ما كيبغيش الظلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، هذا هو التصريح ديال الاردني اللي هو الزوج ديال المرحومه اسماء، اللي له الحق كما قلت في السابق للتعقيب والجواب. حاليا غادي نشوف مع العائله ديال المرحومه التعقيب ديالهم في الموضوع. مهدي حياك، الا كان ممكن شتي الفيديو وشو الاردني جاوب، الراي ديالكم في الجواب. السلام عليكم. مبدئيا كنشكركم جزيل الشكر. بالنسبه لهاد الزوج ديال الاخت ديالي، كنقول ليه ما طالبين منك حتى شي حاجه. انت كتقول بان حادث سير، حنا هالوثائق ما كنقولوش لا، كنقولوش ماشي حادث سير، وما كنقولوش شي حاجه ضد القانون. حنا كنقول لك الا كانت حادثه سير ولد الناس، اعطينا تقرير ديال الطب الشرعي، وعطينا القسطه ديال البوليس، وعطينا الوثائق اللي هي لازم تاكدوا بانها راه حادث سير. وكتهضر على الارث وكتهضر على مسائل خارج على الموضوع. موضوعنا حاليا وموضوع الساعه هو حقيقة أسماء. واش أسماء في الصندوق؟ حية أو ميتة؟ كسيدة فعلا أو مقتولة؟ هذا هو السبب اللي خلانا كنقلبوا على الحقيقة، لأن السيد من 2019. اليوم صيفط لكم تقرير، غدا صيفط لكم تقرير، اليوم صيفط لكم تقرير، ولا تقرير كاين. عندك ما يثبت أنها أسماء الوالد وحادث سير، أعطينا وخلينا نسدوا هذا الموضوع. علاش غتبقى نضيع معنا الوقت ولا مضيعين معك الوقت؟ أعطينا ما يثبت، أعطينا ما يثبت. هذه الوثائق اللي عطاه هو، اللي رسل لكم ورسلهم لينا، كتشوفي فيها بأنه وثائق فيها نقاش. هنا كاين بعض النقاط اللي كاين بعض الأخطاء وكاين بعض التضاربات، أنا ما كنفهمش القانون، وهذا الشيء كيبقاو الناس ديال القانون هما اللي كيميزوا الصح من الخطأ. حنا النهار الاول سلمنا الوثائق على ان حادث سير، خدينا الوثائق درسناهم شفناهم، قدر الله ما شاء الفعل، ماتت الله يرحمها، حادث سير، يعني انهيار، صدمه، بكاء، ما نقولش لك كي ولينا الحاله ديالنا راه على باغي الله. شدينا الوثائق، لو كان دخلنا الشكل اللي دخلنا دابا كنا غنهضروا في ديك الساعه، وما كان الصندوق غادي يتدفن حتى يتعرض على وكيل الملك، وحتى دار فيه الاجراءات اللازمه ونعرفوا. يعني يكون هذا الاجراء، كون هاد الشيء فقنا به في ذاك الوقت ودارت الاجراءات، ما كانش غيبقى عندنا التساؤلات. هاد اسماء عايشه سنين في بلجيكا، عمرها 40 عام، علاش هاد الحادث بالذات ما طرتش بلجيكا؟ وديما صايق بهم، كيطلعوا لالمانيا ما كيخلوا فين يسافروا، علاش اسماء ما ماتتش في المغرب؟ اسماء ماتت غير في الاردن وبالوقت في ذاك الطرفيه. هنا كاين تساؤل، كنتمنى منه يجاوبني. ولا عندك الوثائق ما تعطيهمش لي انا، الا كانت ما عندكش فيها ثقه ما تعطيهمش لي انا، عطيهم الناس. هذا السؤال يقدر يكون الجواب ديالو، يقول لك القضاء والقدر، كتاب انها تموت مثلا، حنا نناقش والراي العام كيتبع معنا، قد تكون بانه ماتت القضاء والقدر. هنا كاين سؤال ثاني، انه في الوثائق اللي سلم لينا واللي هي بالحوزه ديال الاستاذه، انه دازت الاجراءات عن طريق السفاره، وكاين توقيع السفاره، وكاين كذلك الاسم ديال السفير، وفي المطار كاين واحد الكاشي، يعني خاتم اللي هو فيه ديال الدرك الملكي ديال النواصر. يعني كتشوف الاجراءات الاوليه كانت صحيحه، كيفاش هادشي؟ انا ما فهمتوش. اجراءات كانت سلمنا الصندوق، هذه اجراءات يعني راه كدار اجراءات، يعني الناس راه داروا خدمتهم. المهم كاين تساؤلات بزاف، وبيت القصيد هو الصندوق، والاجوبه كلها غلقوها في الصندوق. الا اسماء فعلا دارت كسيده،
النقطة المميتة، وإلا أسماء ميتة السبب الحقيقي للوفاة. بالنسبة لهاد الناس حنا ما كنضربو في حتى شي حد، وما كنطعنوا في حتى شي حد، ولحد دي الساعه ما كنتهموا حتى شي حد، وهو راه ما تهمناش لحد دي الساعه. حنا باغيين استخراج الجثه مع اجراء خبره جينيه، هذا هو الهدف ديالنا. وكيخرج كيهضر على الماديات بزاف. الا كنت يا خويا انت كتسالنا كيف كتقول هذا الشيء، الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، كاين قانون. اجي جيب البنات واجي مرحبا بك، وما تجيش الا خفتي منا كيف كتقول، جيب الناس السلطه وجي واعطيهم ما يثبت ان اسماء ميته في حديث سير، حقك وحقنا، اعطينا ما يثبت ودير الاجراءات ودي حقك. وحنا كنقولها من هذا المنبر وقدام العالم، الى هذا السيد ثبت بان حديث سير، حنا ما كنعرضوا في حتى شي حاجه. وكيقول اختي عندها املاك وعندها اراضي، وانا كذلك حنا كنطالبوا بخبره. ومن هذا المنبر كنقول لكم انا كنطالب بخبره ديال الهواتف، على الهاتف ديال اسماء اختي ملي كانت في الاردن في هذاك التاريخ اللي غتموت فيه، اشنو وقع؟ وتليفون اسماء اختي بقى عندي ورقه كيقول بانه ضاعوا ليه الفلوس وضاعوا ليه كل شيء في الحادث. في نفس الوقت كيتهم خواتاتي بالسرقه. اعطيني ما يثبت واعطيني خويا شي اوديو شي حد فينا. بلاتي كيفاش غادي يتهموهم بالسرقه وما خواتاتك انت ما كانوش معاه وقيت الحادث؟ واحد اختي تما كيتهمها، مازال غنديروا الاجراءات اللازمه. وكنطالبوا هاد النقطه كان خاصو يجبدها باش نطالبوا حنا بالكاميرا، استرجاع الكاميرات في ذاك الوقت باش نعرفوا المره اللي كانت كتدخل للدار مورا اختي. اختي ما كيناش، وكيجي كيقول اختي دارت لي فعلت لي تركت لي، يعطيني ما يثبت. اما بالنسبه لي هو كيقول حتى شي حد فينا ما قال لي اعطيني، الحمد لله كاينه الخبره وعندنا ناس نزهاء وعندنا ناس واصلين الحمد لله مستعدين خبره، وكان طالبوا بها خبره على الهواتف وغيبه الصح من الخطا. حنا ما طالبين من والو لحد الساعه، حنا كنطلبوا من السلطات ديالنا نطلعوا وثائقنا، وثائق مغربيه. عندنا وثائق ديال الاردن، باغيين وثائق مغربيه كتثبت بان اسماء ماتت في حادث سير، وهذا الشيء غياكدوا لنا التشريح، باغيين التشريح ديالنا في المغرب. وقضاءنا الحمد لله قضاء نزيه وكنامنوا بالقضاء. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام غادي نشوف نفس الاسئله مع الاستاذه اللي هي في الملف. استاذه كما تبعتي معنا في السابق ودرجتي معنا في الحوار، موضوع النقاش هي المسطره اللي تابعت هذه الحادثه سير، هو تيرسل لنا وثائق فيها السفاره المغربيه وفيها التوقيت السيد السفير، وكذلك في المطار ديال محمد الخامس بالدار البيضاء فيها طابع ديال رجال درك ديال النواصر. هذه الامور كتدل شيئا ما على انه المسطره مشات بشكل عادي. كيبقى السؤال مطروح هو امور اخرى كتشوف فيها انت من الاطار القانوني جاوبينا عليها، ولكن الحق في التعقيب كذلك على التعليق ديالو. شكرا سي يوسف. بالنسبه للقانون المغربي باقي ما اعتبرش بان اسماء ميته ولا مقتوله ولا حتى شي حاجه، لانها ما عندهاش حدث الدفن في المغرب، يعني حتى لدرجه ان الحاله المدنيه باقي ما سقطوهاش منها، حيت ما عندهمش حق يحيدوها بالحاله المدنيه لما ما جابوش شهاده الدفن، وما كانش عندهم شهاده الدفن وما داروش الشروط عليها في الحاله المدنيه. عادي ديك الساعه يمكن باش يديروهما، لانه هما حقهم مادام كيقول بان ماتت باغ اكسيدون، اذا كان خاصهم يطالبهم هو حتى هو بعدد الموتى والوارثه، لان والديه بجوج راه وارثين حتى في ديك الحادثه. الحادثه السير كيفاش ما طالبهمش بالوثائق ديالهم باش هما يطلبوا حق ديال بنتهم اللي كانت حادثه السير؟ هذا من ناحيه. ثاني من ناحيه اخرى بان رخصه المرور اللي كانت عنده ديال جثمان كانت من الاردن، يعني انه ما كانش جات عن طريق السفاره المغربيه، يعني كان مشى ليها الوثائق. سمحتي لي يا استاذه، هذه الرخصه اللي قدامك الان فيها سفاره المملكه المغربيه عمان، رخصه المرور جثمان، التوقيع ديال السفير كاين، وكذلك المراحل كلها ملي وصلت المطار محمد الخامس هو الطابع ديال رجال الدار كاين، رايك؟ كاين، ولكن هو التجا اول مره للسفاره المغربيه، ولكن قالت لي جيب الباسبور الخضر ديالها، ما جابوش، مشى دار شركه بريفي اللي غتنقل، ما دارش عن طريق السفاره المغربيه هي، هذه كان عطاوه هذا الاذن على اساس يجيب لهم باسبور خضر ديال مغربي، هو ما قدرش يجيبو لهم، ما عرفتش شنو المشكل، بذلك ما قدرش يجيبو، دار شركه اللي هي تمكنت من المرور باش تجيبو المغرب. هنا استاذ كيطرح سؤال اخر كذلك، إذا كان هذا التحليل اللي عطيتيني ما غاديش تعطي السفاره هذه الورقه هذه. لا حتى علاش عطاتها لي السفاره هنا إذا كانت هي ما عطاتش الباسبور الخضر؟ عطاتها لي وقالت لي على اساس يجيب الباسبور الخضر، بما انه ما جابش الباسبور الخضر راه كلف هو شركه من الاردن هي اللي جابتها، وشهاده الدفن من الاردن،
دابا السفاره والساده واش عندها الحق هي تعطي هاد رخصه المرور والجوتمان بالباسبور الاحمر اللي عندها؟ لا ما عندهاش حق، لان هي حتى هي براسها قالت لهم جيبوا لي باسبور خضر ماشي احمر، لانه ما تمكنش يجيب لهم باسبور خضر جاب باش يثبت بان عندها جنسيه بلجيكيه، جاب الباسبور الاحمر، لان كنا كاينه تما شركه تامين اللي غادي تجيبها فابور، لان هي بعدا براسها عندها شركه تامين دو في عندها تما، وراه كما هو معروف من الناحيه القانونيه راه الشركه كتكلف بها كلها في حاله الحياه في حاله الموت. اذا هو التاج لهذه الطريقه على ما تيبان لي انا، لان كاينه شكوك خطيره حتى بالنسبه لهذه السياره اللي كيقول لك بان دارت فيها الحادثه، كتبان لي ماشي هي، واحد جاب واحد السياره قديمه اللي كيقول لك كاينه الحادثه، هذه السياره جايبها من لافيراي هذه قديمه مشى صورها وجابها، راه كاينه ملابسات وشكوك خطيره في هذا الملف، لان ماشي ملف ساهل، غنديروا الخبره على التاهيل الوثائق، لان هذه الوثائق كلها غنديروا لها الخبره. وغنديروا الخبره على الهواتف النقاله، وغنديروا الخبره على الخبره الجينيه، لان اذا كان ممكن ناقشوا بعد هذه السياره، هذه السياره ها هي مضروبه فيها الحادثه ياك، هو اللي كيسوق الجهه اللي حداه، يعني هو كيكون في اليسر اليمن ديالو هي فين كانت الضربه اللي كانت جالسه الزوجه اللي توفات، نفس السياره فيها نفس السياره، كيفاش شفتي هذه السياره؟ ماشي هي السياره الحقيقيه ديال 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 اسماء، هاد السياره مفبركه لان قديمه مصدي، هاد السياره ماشي هي هادي، ولا كانت هاد السياره دايره اكسيدون غيموتوا كلشي دوك اللي قدام هو اللي كان صايق، اذا ماشي هي هادي السياره، كان احتمالات كبيره في هاد الملف، والسياره الحقيقيه راه هي هادي، ودايره سياره اخرى من نوع اخر كيبدل الماتريكولات وكيدير هادشي، فيه شبهات خطيره جدا، لان حنا غنوصلوا لهم غنوصلوا للحقيقه، لان حتى بالنسبه لي هو دابا كيطالب بالوالدين ديالها والاخوت ديالها بالارث باش يورث فيها، اذا انك تدير خاصك تدخلهم حتى هما، خاصهم باش يديروا عدد الموتى والورثه، ولكن باش يديروا عدد الموتى والورثه خاصهم يديروا شهاده الدفن، ما عندهم شهاده الدفن، حتى بالنسبه لهنا ملي كان ديك ديال المرور اللي عطاهم ديال المرور جثه، هذه رخصه ديال المرور راه ضروري كيعطيوك، ضروري تعطيهم شي رقم هاتفي ديال شي واحد من العائله اللي غيتسلمها، راه هو هذا عاطيهم هو الهاتف النقال ديال الزوج ديال الاخت ديالها، اذا كون ما كانش ضروريه باش يحضروا الاولياء الشخص ما يمكنش يعطيو اي واحد جا عنده ما يتسلموا جوته، اذا هنا كتبين وكتاكد بان الزوج ديال الاخت راه هو اللي هضروا معاه على اساس تسليم جثة، من مع ذلك كان هو مشى معاهم في نفس الامبيلونس غادا بها، وما مشاوش طرقوا الدرك الملكي ديال النواصر، هنا كاين بزاف شبهات اخرى قد قرينا. ولكن الدرك الملكي ديال النواصر كاين في المطار، هذا الكاشي ديالو. ولو كاينه في المطار، ولو كاينه في المطار، لان خاصة نتحققوا منها واش هي صحيحه ولا لا. لانه هو راه كان مع العائله ديالها وما شافوش بان مشاو داروا الدرك شي كاشي ولا شي حاجه، لان هذا الشيء فيه شكوك خطيره ما عرفناش، والحاجه اللي غتبين لنا هذا الشيء لان هي من الناحيه القانونيه بالنسبه للمغرب اسماء باقا حيه. هنا استاذه باش الراي العام يستوعب معنا، دابا احنا نناقش الملف بشقين، الشق الاول هو الوثائق اللي كاينه، ولكن مساله احقيه هذه الوثائق واش هي صحيحه نعم ام لا، هذا هو الدور ديالكم اللي كتقدموا للسيد الوكيل العام من اجل فتح بحث، هذا كيبقى حقكم، انا كنناقش معك هذه الاوراق اللي صيفط كامانه، انت استاذه كتعرفي بانه يجب استماع جميع الاطراف، ثم اعطيتونا نقط هو له الحق في الجواب في التعقيب، هذه الوثيقه فيها الطابع ديال الدرك، بطبيعه الحال انت اللي عندك الحق انك طالبي بانه واش هاد الوثائق صحيحه ولا لا، وهنا الا سمحتي لي هنا السفاره ها هي دارت بانه رقم جواز سفر وكتبت عليه جواز بلجيكي، يعني دوزات المرحومه بالجواز البلجيكي، هاي الرقم ديالها. يعني انا ما دارتش عن طريق السفاره المغربيه، لان هو دار شركه بريفي، لان الورقه ديال السفاره والسفاره هذه ديال السفاره، يعني ان بريفي ما دارتش عن طريق السفاره، لان عندهم ما عطاهمش باسبور خضر وكيقر هو بذلك. استاذ كيفاش دازت عن طريق شركه وهذه الورقه اللي عندك هذه خاصه بسفاره المملكه المغربيه، فيها 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 الدرابو ديال المغرب، فيها الكاشي ديال السيد السفير، فيها هنا، يعني هذه الورقه راه ديال السفاره. عطات لي ديال السفاره، ولكن ماشي هي باش جاب، انا كان خاصو يعطي هنا دايرين جواز السفاره ديال بلجيكا باسبور احمر. وعلاش غادي يطبعوا لي الدرك هنا؟
وحنا تيجيو لي كاين لبس، كاين لبس خاصة نتحققوا من هادشي عن طريق خبرة، ماشي لأن ما طرقوش هما كانوا العائلة ديالها، ضروري ياخذوا شهادة الدفن ديال المغرب، ماشي ديال الأردن، كيفاش غيدفنوا واحدة جايبين هذا الصندوق ما عرفنا شكون هي كاع؟ من بعد من جا الصندوق خص إجراءات أخرى دار. إجراءات أخرى دار، لأن على ما تيقولوا العائلة ديالها، لأن أول مرة كانوا هما كالسفارة القنصلية ديال بلجيكا طالبت تجي في صندوق هذاك الصناديق اللي كيبينوا الوجه. هو ما جابها في صندوق مغطي، قال له ما عندكمش حق تفتحوه لانه راه خاصكم تدفنوها مباشره في 3 سيدي بالنور. اذا كان خاص ضروري يشوفوا بعد الوجه ديالها شي ولا لا، لان هنا شفت بعض الصور اللي ماشي هي، ما نعرف انا بانت لي ماشي هي، ما كانتش باشا نهائيا دايره الحنه وجهها، قال لك بانه كيقول مره بان مات فير بلاس يا ولد الابن ديالها، مره كيقول لك مشات للسبيطار وعطي واحد المستشفى اللي كياكدوا ذوك المستشفى بعد ما تحاور معاهم العائله ديالو، قال لهم ما كانش عندنا هذه في السبيطار، اذا حنا شكون غنتيقوا؟ ذوك البنتين بجوج، واش حنا خاصنا ضروري لكون كان هذا السيد كان قلبه سليم وكان بصح هذا الشيء، كانت الحرقه ديال الزوجه ديالو يجي معاه هو. يجي معاه هو، ماشي ينتظر العائله تخلص ولا شركه التامين تخلص، يجي هو وليداتو، لان هذه راه يبقى عنده جواب ثاني. قالوا انه تيقول لك الوضع الصحي ديالو، وشتي واحد الفيديو اللي هو مضروب على مص اليد حتى هو تيعطي الجواب. لا المره الاولى ما كان فيه حتى شي ضربه، هذيك عفا بركه حتى من بعد حتى هما هضروا العائله ديالو عاد مشى جلس فوق واحد الكرسي، قال لك بعد بحال تشلل وما عرفت شنو، دار واحد الفيلم وهذاك الفيلم ما كانش فيه، لان من بعد 4 ايام ناض صحيح تيطالب بالورث. انت يا استاذه تقدمتي السيد الوكيل العام لاجل تعميق البحث في الملف من جميع الجوانب. من جميع الجوانب، دايرين غندير خبره على الهواتف، لان الهاتف النقال ديالو توار فيه دايرين جميع الهواتف، حتى الهاتف ديال اللي كيقول هو مرحومه، اما في نظريتنا في القانون المغربي راه باقا حيه، حتى حنا الهاتف ديالها هي والهاتف ديالو والهواتف ديال العائله ديالو، لانه راه كانت توصل بشي تهديدات وهذا ضروري غنديرهم. والحاجه النقطه الاساسيه الخطيره جدا اللي غتحيد لنا الشكوك كامله هي الخبره الجينيه، وان شاء الله غيبين لنا غيمشي لقاضي التحقيق، قاضي التحقيق غادي يصدر الخبره الجينيه وغتبدا التحقيقات من الاول وغنوصلوا ضروري هذه في الحقيقه ولا شيء غنلقاها حقيقه، لان هاد الناس راه بركه عليهم من 2019 هو كيقلع فيهم تيهدد فيهم ما عارفينش، راه تاجوا القضاء راه كانوا تاجوا، لكن في الشكايه ملي مشيت نحرك انا الشكايه لقيت باقا ما داروا فيها حتى شي اجراء، من 2019 حتى ديت انا الشكايه تاعي ما داروا فيها حتى شي اجراء، قال لك حكا كانت كوفيد، ولكن حنا غنصموا وغنبقاو ناكدوا على هذا الملف تتبنى في اقرب وقت ممكن النتيجه ديال هذه البنت، باش يتهناوا العائله، باش يتهناوا ولادها، باش نعرفوا الحقيقه، واللي عنده شي حق غادي ياخذه، واللي عنده شي عقوبه خاصو ياخذها، والسلام. استاذه شكرا لك اختي، شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا من المفروض بطبيعة الحال ومن قواعد مهنة الصحافة الاستماع إلى جميع الأطراف في الموضوع، ما يهمنا هو تنوير الرأي العام بشكل كبير، الأطراف اللي هي موضوع النقاش حاليا تكلموا لهم الحق البحث عن حقيقة الأخت ديالهم، كيفاش كانت الإجراءات من بعد ما وقعت الحادثة حسب تصريح ديال الزوج، كما الطرف الثاني موضوع النقاش كذلك له الحق في التعقيب، كما تبعتوا معنا الفيديو ديالو صرح جاوب وعطانا وثائق وبعض الامور اللي كانت فيها غموض درجتها مع الاستاذه من اجل تبيان الحقيقه اكثر، صراحه بعض الوثائق فيها تصريح ديال الرخصه بطبيعه الحال ديال المرور من السفاره المغربيه بالتوقيع، وكذلك حتى رجال الدرك في مطار محمد الخامس. مشاهدينا الكرام، يبقى الحق الاطراف اللي هي موضوع النقاش اللي معاهم الاستاذه بطبيعه الحال اللي هي مسؤوله عن الملف ديالهم، لها الحق في البحث من اجل تبيان الحقيقه، واش الوثائق سليمه نعم ام لا. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع هو تنوير الراي العام، وكذلك نحن على تتبع الملف بطبيعه الحال في اي مستجد فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.